وجه أبناء مديرية الوازعية بمحافظة تعز رسالة قوية بوقفتين قبليتين مسلحتين دعما وتأييدا للمقاومة الوطنية. وتوافد أبناء قبائل الوازعية من مركز المديرية والعزل القريبة بأسلحتهم الشخصية إلى مكان إقامة الوقفة القبلية حاملين العلم الوطني، كما وضعوا شعار المقاومة الوطنية على سيارتهم مجسدين حجم الالتفاف الشعبي الذي تحظى به المقاومة ألوية حراس الجمهورية. وأعلنت الحشود في الوقفة تأييدها ودعمها للمقاومة الوطنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، مشيدة بما حققته من إنجازات جنبا إلى جنب مع بقية تشكيلات القوات المشتركة ألوية العمالقة والألوية التهامية. وطلب المحتشدون القوات المشتركة استكمال تحرير محافظة تعز من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، مؤكدين أنهم كما هو عهدهم في مقدمة الصفوف رفدا للجبهات بالمقاتلين حتى تحقيق النصر الحتمي والمتمثل باستعادة العاصمة صنعاء ودفن خرافة الولاية وبتر الذراع الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. مع إشراق الصباح هذا اليوم الجميل بزغت شمسه على توافد هذه الحشود التي قطعت المسافات البعيدة ومن مختلف مناطق مديرية الوازعية ووصلت إلى هنا للترحيب بقوات المقاومة الوطنية في المديرية. ومن خلال ما نشاهد من هذه الحشود فإن مديرية الوازعية بحجارها وأشجارها وسهولها وجبالها وترابها ورجالها ترحب بقوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية بقيادة قائدها المغوار العميد طارق محمد عبد الله صالح. الإخوة الحاضرون، كلنا نعلم أن قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية قد سطروا أروع البطولات والتضحيات في سبيل هذا الوطن ومن